أتدري متى يستريح الضمير؟ إذا نمت مستسمحا من جفاك. أتدري متى. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني أخواتي، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال في رمضان، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على العمل الصالح طيلة العام. الحمد لله، كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة أن الشياطين تغل تصفد. هذا فضل من الله عز وجل، أنه يقل أذى الشياطين على المسلمين في شهر رمضان. لكن المشكل أنهم حين أو بعد رمضان تطلق هذه الشياطين بقوة، بمعنى تزيد في الأذية، كأنها تعمل أذية مضاعفة. وخير دليل على أننا نرى يوم العيد جرائم خمور وزنا وفواحش وما إلى ذلك، أعاذنا الله وإياكم. طيب، نود أن نعلمكم إن شاء الله وبالتوفيق من الله عز وجل وبتوكل تام على الله عز وجل طريقة إن شاء الله بإذن الله ستكون نافعة. طيب، الناس الذين عانوا ولا زالوا يعانون مع عوارض قوية في الجسد، ذهبوا إلى رقاة ومعالجين، لكن ولا حول ولا قوة إلا بالله، لم يأتي الشفاء بعد. لكن نقول يا ناس، أنتم ستكون بإذن الله سبب للشفاء بإذن الله. لا تحتاجون بعدها لا إلى راقي ولا إلى معالج، هذا يزيد في ثمر الحصة، وهذا مشغول، وهذا عنده زبناء كثيرون، وهذا لتأخذ موعد ينبغي لك أن تنتظر أشهر وأشهر، وهذا قد يجيبك في الهاتف وقد لا يجيبك، وهذا قد ينصب عليك، بمعنى قد يأخذ مالك ولا يعالجك. إذن لتفادي كل هذه المسائل، وأنا أقول هذه الأشياء وأنا راقي، أنا معالج، لكن الأولى أن نعلمك يا مسلم ونعلمك يا مسلمة، لأن هذه حرب ليست ليوم ولا للشهر ولا للسنة، هي حرب إلى الأبد إلى أن تلقى الله عز وجل، وهي حرب من الشياطين على الإنس، العداوة الكائنة بين إبليس وجنوده لآدم عليه السلام وبنيه إلى أن تقوم الساعة. طيب، وبالله التوفيق، أنت يا مسلم لكي تقوم بهذه المهمة التي سنريك إن شاء الله، وهي مهمة كيف تخلص نفسك من كل شيطان متلبس بجسدك أو يحوم حول جسدك ويؤذيك، كيف تخلص معه؟ بنفسك. الله سبحانه يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. طيب، لابد من القوة أولا، سنعطيك السلاح ونعطيك العتاد ونعطيك الذخيرة، لكن اليد التي تستحمل السلاح ضعيفة، لابد من القوة، لابد من القوة. فنحن الآن نريد أن نقويك أولا قبل أن نعطيك السلاح. كيف حالك مع الصلاة؟ بالأخص صلاة الصبح، هل تصلي صلاة الصبح في الوقت؟ أجب، لا تصليها في الوقت. طيب، لابد من أن تتقوى، ابدأ إن شاء الله بصلاة الصبح في الوقت. لماذا صلاة الصبح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. أولا تكون في ذمة الله، يحفظك الله عز وجل. من صلى الصبح فهو في ذمة الله. هل تخرج أذكار الصباح بعد صلاة الصبح؟ لا تخرجها. طيب، ابدأ بإخراجها. لماذا؟ لأنها حصن قوي من الشياطين لك. نحن الآن نقويك ثم نعطيك السلاح بإذن الله. طيب، صلاة الصبح، أذكار الصباح،
هل تخرج أو تقرأ وردك الصباحي حزب أو حزبين أو ما تيسر؟ فقرأوا ما تيسر من القرآن، كذلك يكون لك أجر مضاعف. وعليك بالاستغفار، أنا أزيدك هذه، عليك اجعل لك وردا في الصباح من الاستغفار، 300 500 700 1000 2000. أولا امحي تلك الذنوب التي حالت بينك وبين طريق الحق، وقربت إليك الشياطين وأبعدتك عن طريق الله، امحي تلك الذنوب. طيب ماذا أيضا؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بها تنفرج العقد وتنفرج الكرب أكثر من صلاة الناس صلى الله عليه وسلم. اجعل لك وردا كذلك 100 200 300، إن كان الله سبحانه وتعالى وملائكته الكرام يصلون النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا لا تصلي النبي صلى الله عليه وسلم أكثر؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا، أمر من الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أكثر أكثر يا مسلم، فصلاة تعينك بإذن الله، تقويك بإذن الله. طيب اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول سورة البقرة في الصباح، هل تستطيع؟ اجعل لك وقتا، اجعل لك وقتا لسورة البقرة في الصباح، عندما تصل سورة البقرة. لماذا سورة البقرة؟ قوية، قوية على السحرة، قوية على الشياطين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيع البطلة، وقرأ في بيتك. طيب عندما تصل إلى آية الكرسي وأنت تقرأ سورة البقرة، والأفضل أن تستمع أي قارئ يعجبك صوته استمع له، وخذ المصحف، تركيز تام سمعا وقراءة. طيب تقرأ سورة البقرة، وعندما تصل إلى آية الكرسي كررها 100 مرة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وبتركيز، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سورة البقرة لها أسرار. طيب أنا امرأة كانت تعالج عندي، كنت أعالجها طيب في نيويورك، هي في نيويورك، قالت لي أنها كانت تقوم الليل تقرأ سورة البقرة في ركعتين من المصحف، تقرأ سورة البقرة وهي تصلي في ركعتين، تختم سورة البقرة. سبحان الله ماذا وقع؟ تقريبا بعد أشهر قتلت 4 من الجان، قتلت 4 من الجان، والحمد لله رأت ذلك في المنام، كأنها أخرجت 4 أفاعي صغيرة من ذراعها الأيسر، وتلك علامة طيبة. ومؤخرا كلمتني امرأة من واشنطن، قالت لي أنها تقرأ سورة البقرة 10 مرات في اليوم. يا مسلم اسمع هذه، تقرأ سورة البقرة 10 مرات في اليوم. قالت لي والله أرى الجنائز في المنام، كل يوم تقتل 40 50 جانا في الجسد. هي أصلا مستهدفة من طرف الشيطان، وغالبا أظن أن هذه زهرية، بأن بها طاقة يتقوى بها الشيطان. 40 إلى 50 جان في الجسد تقتله، سبحان الله، والله هذه قوية جدا، لأن لا بد من سورة البقرة، سورة البقرة قوية جدا على الشيطان. طيب سورة البقرة، وعندما تصل آية الكرسي اقرأ آية الكرسي 100 مرة، ثم أكمل السورة. إذن اعملها مرة في الصباح ومرة في المساء. الآن نقويك،
نحن الآن نقويك بإذن الله. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به، ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، الله يعلمهم. طيب الآن أنت في تقوي، تتقوى لهؤلاء الشياطين لأن حرب في جهاد. طيب سورة البقرة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الاستغفار، صلاة الصبح، أذكار الصباح. إذن في المساء كذلك اشرب ماء المرقي، لا بد من أن تشرب الماء المرقي لأن جسدك به طاقة سلبية، فاشرب ماء المرقي. فاتحة آية كرسي المعوذات سبعا 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 أفضل. في الليل لكي تفجر تلك العقد التي في الجسد التي سببها الشياطين، العقد، عقد العين أو العقد السحرية، لابد أن تقرأ على الزيت، زيت الزيتون أو زيت مطبوخ مع الثوم، أو زيت الحبة السوداء، أو زيت الحلتيت، أو زيت السذب، أو زيت الفيجل. السذب هو الفيجل، السذب هو الفيجل، ودهن بالليل لمدة 7 أيام. إذا تتبع هذا البرنامج بإذن الله لمدة 7 أيام. إذا قبل النوم، هنا قبل النوم تصلي ركعتين لله عز وجل، تصلي ركعتين لله عز وجل، وعندما تنهي الركعتين ترفع يديك إلى السماء وتثني على الله سبحانه وتعالى ما هو أهله. تثني، كيف تثني؟ اللهم يا قوي يا جبار يا رحمن يا كريم يا حليم يا عليم يا شافي ويا كافي ويا معافي، يا الله لك الحمد في الأولى ولك الحمد في الآخرة. أثني على الله عز وجل. إذن عندما تثني وتكثر من الثناء، هذا القلب يلين وهذا الصدر ينشرح، ثم تصلي النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: يا ربي يا ربي إن الشياطين تسلطت علي، اللهم ربي مكنني منهم، اللهم ربي أحضرهم لي ضعفاء ومكنني منهم، اللهم مكنني منهم وانصرني عليهم نصرا عزيزا مؤزرا. بسر أينما تكونوا يأتي بكم الله، وأكثر من هذه الآية تقريبا 70 إلى 100 مرة. أينما تكونوا يأتي بكم الله، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. اقرأها 100 مرة أو أكثر، ثم قل: اللهم ربي وانصرني عليهم نصرا عزيزا مؤزرا، ربي قلت وقولك الحق وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إذن وتقول وتكر هذه الآية، فاللهم ربي انصرني، وقل وأكثر من هذه الآية بسر: اللهم انصرني بسر هذه الآية، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. التركيز، التركيز مطلوب يا أخي ويا أختي، التركيز مطلوب، أن تستشعر هذه الآية من القلب قبل أن تنطقها باللسان، فذلك أدعى للقوة وأدعى للتخشع. طيب تصلي ركعتين ثم ترفع يديك للسماء بعد السلام، ترفع يديك تثني على الله عز وجل، تصلي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو وتكثر من هذه الآية: أينما تكون يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إذن تذهب للنوم، تقرأ آية الكرسي، هذه أذكار النوم، آية الكرسي، خواتيم سورة البقرة، سورة الكافرون، تضطجع وتمسح، تقرأ قل الله أحد، قل أعوذ برب الفلق وبرب الناس، تمسح سائل الجسد 3، ثم تضطجع على شقك الأيمن، يدك اليمنى تحت شقك، تحت خدك الأيمن، وتقول: باسمك اللهم أموت وأحيا، وإن أتيت ببقي أذكار النوم فذلك أفضل. طيب بنية أن الله سبحانه سيقويك، إذا رأيت شيئا في المنام غالبا قد ترى وقد لا ترى، لأنك أصلا الآن أنت في طور التمرين والتدريب، أنت الآن ستصبح إن شاء الله جنديا ضد الشياطين، محاربا شرسا ضد الشياطين. طيب قد لا ترى شيئا في الليلة الأولى، الليلة الثانية كذلك،
والليلة الثالثة ربما قد ترى بعض الملامح، لأنك بدأت وتحس. الليلة الرابعة، خامسة، السادسة، إلى أن الله سبحانه ينصرك على شيطانك. أخص إذا كان هذا الشيطان يدخل ويخرج، تطلب من الله عز وجل أن يحضره لك ضعيفا في المنام. المنام هنا بالنسبة للإنسان، المنام كأنه حلم، ليس واقع عندنا، لكن هو حقيقة وواقع عند الشياطين. بمعنى إذا وجدت نفسك أو رأيت نفسك في المنام قد قتلت أفعى أو ثعبانا أو عقرب، ففعلا قد قتلتها في المنام، فعل واقع حقيقة، تم قتل الشيطان في الواقع. طيب وبالله التوفيق، هذه الطريقة قوية بإذن الله. هذا تسمى هذه الطريقة الخطف، خطف الجان في المنام، قتل الجان في المنام. الذين عانوا ولا زالوا يعانوا مع الشياطين ولم تنفع رقية، طيب هذه الطريقة بإذن الله ستقويك بإذن الله. إذن اصبر عليها 7 أيام بعزم قوي، بإذن الله سترى النتيجة في 7 أيام الأولى. إن لم ترى شيء، هذا يعني أن إيمانك لا زال ضعيفا، ولا بد لك من التقوي أكثر فأكثر. عاود 7 أيام أخرى إلى أن يأتي الله عز وجل بالفرج. وهذه الحمد لله من الطرق التي بإذن الله ستكون نافعة بتوفيق من الله عز وجل. طيب هذه الأشياء لابد منها، أنت أصلا الشيء الذي سربح أنك تتقرب من الله عز وجل، أنك ستصبح ذاكرا لله عز وجل، وسيصبح إيمانك قويا، ويكون توكلك على الله عز وجل كبير وكبير، وأنك ذلك الشيطان الذي كان يؤثر فيك سيصبح ضعيفا جدا بإذن الله، وأنت ستصبح قويا عليه. لأن الشيطان إذا دخل الجسد أول مرة ورأى أن هذا أن صاحب الجسد ضعيف سيتقوى عليه. الشيطان كما قال أحد المعالجين، قال أن الشيطان يدخل للجسد في أول وهلة على شكل فأر، وعندما يجد ضعفا في الجسد يتقوى ويتقوى حتى يصبح كالجمل. إذا أنت أعطيته فرصة، إذا فلا بد من إضعافه أولا، ولا بد من أن تتقوى أنت. أن كما قال أحد الصالحين، السيف القوي لا بد له من يد قوية. ونحن نعطيك هذا البرنامج، فلا بد لك أن تتقوى أصلا، أنت تتقوى لأنك ستحارب أعداء أخفياء لا تراهم، لكن عندما تدعو الله عز وجل سيحضرهم لك أذلة بإذن الله، وستنتصر عليهم بإذن الله عز وجل. إذن فعليك بهذا البرنامج. نذكر، نعيد تذكير صلاة الصبح، أذكار الصباح بإذن الله عز وجل، الاستغفار 700 500 مرة أو 700 أو أكثر، كلما زدت في الاستغفار في تلك علامة طيبة. الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، سورة البقرة في الصباح عندما تصل إلى آية الكرسي تكررها 100 مرة. طيب أذكار المساء لا تنساها، في المساء سورة البقرة كذلك تكررها 100 مرة. تصلي ركعتين قبل النوم، وتدعو الله عز وجل أن يحضر هؤلاء الجان بالآية بسر أو بحق أينما تكون، يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير، وآية وكان حقا علينا نصر المؤمنين، تدهن بالزيت المرقي سائل الجسد لتفجير العقد، وبإذن الله عز وجل ستبدأ ترى أحلاما كأنك تصارع هؤلاء الشياطين، وسيمكنك الله عز وجل منهم. هذا يا مسلم ويا مسلم، لا تنسوا أن هذه حرب ليست ليوم أو شهر أو سنة، فهي حرب متواصلة حتى يرث الله الأرض ومن عليها. والأهم من هذا كل شيء، أنت تتعلم كيف تحارب هؤلاء الشياطين، وتعلم جارك وصديقك وكل هؤلاء الناس، وبالتالي يكون التوفيق من الله عز وجل. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم، وأن ينصرنا وإياكم على الشياطين الإنس والجن. هذا، وصلى الله وسلم
وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ولا تنسوا يا ناس أن تكتبوا في تعليق أسفل ماذا حدث لكم في الليلة الأولى والثانية والثالثة، لكي تكون إن شاء الله الاستفادة شاملة، والحمد لله رب العالمين.